السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم هو عبارة عن خبر عاجل لمحاولة اغتيال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. أكد مكتب تحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يوم الأحد تعرض الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب لإطلاق النار في بنسلفانيا مساء أمس كان محاولة اغتيال، كما حدد هوية مطلق النار الذي قتل وسط استمرار التحقيقات. وأضاف FBI أنه لم تتوفر لديه معلومات مسبقة بشأن وجود تهديد على تجمع ترامب الانتخابي حيث كان يلقي كلمة، وشدد على استمرار تحقيقات وتفتيش الأماكن والسيارات والمواقع المشبوهة المرتبطة بهذا الحادث. بعد نجاة دونالد ترامب من هذا الاغتيال، قام بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية بالاتصال بترامب والاطمئنان عليه. وبعد محاولة هذا الاغتيال كما ذكرت، اتصل الرئيس جو بايدن بترامب بأول مكالمة بينهما بعد المناظرة التي لم تسر بشكل جيد لبايدن. وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد أنه لا مكان له لهذا العنف في الولايات المتحدة الأمريكية، ويذكر أن الولايات المتحدة شهدت أحداث عنف سياسي عدة، فقد اغتيل رئيس جون كينيدي عام 1963 في إطلاق النار بينما كان بإحدى السيارات موكبه، كما قتل شقيقه بوبي كينيدي بالرصاص عام 1968، ونجا الرئيس رونالد ريغان من محاولة اغتيال عام 1981. وبالنسبة لتفاصيل الهجوم، حيث من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم جهاز الخدمة السرية قوله إن المشتبه به أطلق رصاصات عدة باتجاه المنصة التي كان يقف عليها ترامب من موقع مرتفع. وقال المتحدث باسم الخدمة السرية إن ذلك يظهر مخاطر امتلاك المتطرفين للسلاح. وبعد سماع ذوي الطلقات عدة، شوهد ترامب يضع يده على أذنه بينما كانت الدماء تسيل على أذنه وخده، وقد أصابته الطلقة بجروح في أذنه. ثم انحنى ترامب تحت المنصة بينما اندفع عناصر الخدمة السرية نحوه وأحاطوا به قبل إجلائه إلى مركبة المجاورة. تابعوا معنا في فيديو اليوم والذي كان عبارة عن نقلنا لآخر أخبار التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا محاولة اغتيال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب واتصال جو بايدن له وتأكيده له أن مثل هذه الأشياء لا يجب أن تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تأكيد هوية من فعل ذلك محاولة الاغتيال. سوف ننزل لكم عدة فيديوهات متتالية بعد هذا الفيديو لنؤكد لكم ونواصل لكم آخر الأخبار التي تحدث هناك، وفعلا دونالد ترامب نجا من الموت بأعجوبة. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لنلتقي في مقطع جديد إن شاء الله. وداعا يا أصدقاء، peace and love، وداعا.